الدهان الدمشقي أحد الحرف التي كانت مصدر إلهام لكثير من دول العالم، فهو فن تميز عبر مئات السنين وجذب الباحثين لاستكشاف علاقته وتصميماته الفنية الساحرة أيضا. واليوم ينتقل هذا الفن برحلته على أيدي صانعيه الراحلين الذين انتقلت أعمالهم الفنية إلى متاحف عالمية، وعلى أيدي أحفادهم الذين استمروا في حمل هذه الرسالة الفنية المميزة ونقلها إلى بيوت أدرك أصحابها روعة هذا الفن وعراقته، وذلك في دول عربية وأجنبية. تقرير أماني نوري يأخذنا في رحلة من نوع خاص مع حرفي سوري اختار دولة الإمارات ليعمل ويستمر في مهنة آبائه. نتابع. إلى مئات السنين يعود تاريخ فن زخرفي دمشقي عريق يدعى الدهان الدمشقي. اشتهرت به بيوت دمشق القديمة ومساجدها، ونقله الحرفيون إلى بلدان عربية أخرى لينتشر بعدها في أصقاع الأرض وتحتضنه متاحف عالمية. يطلق على هذا الفن أيضاً العجمي، علماً أن تاريخه بحسب أهل هذه الحرفة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ مدينة دمشق. جماليات وألوان تتوزع بين الجدران والأسقف والأثاث دفعت اليونسكو منذ سنوات لتسجيل هذا الفن على لائحتها للتراث اللامادي. عادل زنزول حرفي سوري حمل فنون هذه الصنعة من بلده إلى الإمارات، فافتتح مشغله الخاص وبدأ استكمال رحلة عائلته حاملا رسالة فنية تراثية ومحافظا على خطواتها اليدوية. الحمد لله الوالي علمني إياها وأنا أبدعنا فيها، لأن هي الحرفة كمان بده يكون الحرفي اللي عم بيشتغل عنده الموهبة الرسم. نحن اللي منصمم التصميم الشرقي الأصيل، بعدين منروح لموضوع النجارة، بس تخلص من عند النجارين ناخدها منبلش فيها، من تتأسس قطعة الخشب تتعالج، ونكون نحن جهزنا رسمات. طبعا بعد ما نفصل الخشب نرسم الرسمات على ورق، من اللي ورق الكلك أو ورق الزبدة، نرسمها ونطبعها بالفحم، وبعدين ننزل هاي المادة، هي المادة الأساس تبع الحرفة، هي نسميها النباتي، هي اللي بتعطي النفوس، بتعطيك البروز، بتطلع القطعة بتحسيها زخارف محفورة حفر. الحرفيون قدموا أعمالهم الإبداعية بالاعتماد على ثلاثة اتجاهات، هي الرسم النباتي على الخشب والرسم الهندسي وزخارف الخط العربي، جمعت في فن واحد. كما تميل الرسوم للتناظر والانسجام بين اللون والرسم، وهو أمر يعود لمهارة الفنان وإبداعه. مراحل عديدة يمر بها هذا الفن، تبدأ بالتصميم والرسم واستعمال مواد تعطي اللوحة طابعاً ثلاثي الأبعاد، وبعدها يأتي دور التلوين والإبراز. ما هلأ بعد ما خلصنا لحنا النافر، رسمنا النافر، نزلناه بالريش النباتي، نقله النباتي، هلأ نبلش مرحلة الألوان. بعد الألوان تجي مرحلة الذهبي، طبعاً هي الحرفة متعددة المراحل يعني. لبعد تحديد الأسواق خلاص منبلش عملية تزيين بقى، شغلات متريات لنعطيها الشكل الـ3D مثل ما تفضلتي، وبعدين خلاص نعزلها بطبقتين فرنيش تكون القطعة جاهزة يعني على التركيب. هلأ بالنسبة للألوان، الألوان كنا من زمان نستخدم ألوان ترابية، ما كان فيها التطور موضوع الألوان، بس هلا ما شاء الله يعني وصلوا لمراحل حلوة، يعني الألوان نوعيات جيدة جدا موجودة بالسوق عم نستخدمها يعني. حافظت هذه الحرفة على تفاصيلها حتى عصرنا هذا، لتكون شاهدا على حرفية الدمشقيين وإبداعاتهم المهنية المتوارثة والمتجذرة
منذ مئات السنين.